طبعا. ونحن كنا عم نقول ببدايه الحلقه يمكن كلياتنا عنا هذا الاستاذ اللي ما بننساه، ان كان اللي خلانا نحب ماده او ما نحب ماده، ولكن بشكل عام اليوم نحن عم نحكي عن عيد المعلم. المعلم بسوريا برغم كل التحديات والظروف اللي مرينا فيها، هو ما كان فقط عم يعطي واجب تعليمي وتدريسي، لا، كان عم بيساعد ويساهم طلابنا بانه يشوفوا الامل بالمستقبل، وانه في تحديات كثير بيقدروا يتخطوها مهما كانت هي الظروف اللي نحن عم نمر فيها صعبه، وكان لهم دور كثير كبير. لهيك نحن اليوم حنحكي اكثر عن مبادره مهمه انطلقت الفتره الماضيه، كانت هالمبادره من احد المعلمات اللي هي ضيفتنا اليوم بالاستوديو واللي هي عبير مبارك. اكيد سلمى، عم نحكي عن مبادره صغيره بلشت فيها الانسه عبير لتتوسع هي المبادره وتتحول لاسلوب عمل لتعويض الفاقد التعليمي من الطلاب اللي ضرروا جراء الزلزال في المحافظات المنكوبه. نحكي عن هي المبادره وفعليا قديش جميل نشوف اليوم استمرار هيدا النفس عند المعلم السوري رغم كل الظروف والتحديات المستمرة اللي عم تواجهنا كلياتنا، إن كانت اقتصادية، معيشية، نفسية. معنا صاحبة المبادرة الأستاذة عبير مبارك. صباح الخير وكل عام وانتي بألف خير. يسعد صباحكم. إلي الشرف أنه سيادة الوزير اختارني لكون معكم بهالحلقة المميزة بعيد المعلم. كل عام ومعلمنا الأول قائدنا السيد الرئيس بشار الأسد طبيب العيون بألف خير، قدوتنا في العطاء والعمل، وسيادة الوزير بألف خير، والدكتورة ريما زكريا رئيسة المكتب الإعلامي المشجعة والداعمة لنا في خطواتنا، أخذت بيد كل ما نحتاجها، والمشرفة على هذه المبادرة مدير ومؤسس مجموعة صانع الخالدين التربوية، المبادرة باسم صانع الخالدين دائما معكم، الأستاذ ماهر لطفي قريط. بألف خير بوجه كمان معايدة لموجهيني اللي لهم فضل علي أكيد من مسيرتي التعليمية، إن كان هذا أحمد حسين حاليا استاذ سامي اسماعيل، ولا اداره مدرستي والكادر التدريسي في مدرسه الخدساء في طرطوس، ولكل معلم سوري شريف ومعطاء. اكيد بدنا نقول لهم كلهم كل عام وانتم بخير. وخلينا نبلش مع حضرتك من صانع الخالدين معكم دائما، نتعرف اكثر على هالمبادره، امتى انطلقت والهدف منها؟ طبعا مجموعتنا مجموعه صانع الخالدين الجوهره التربويه هي مجموعه تربويه انطلقت منذ 4 سنوات، هي كانت باسم تربويين من أجل سوريا أسسها الأستاذ ماهر، ثم أصبحت مجموعة سوريا لنا الشاملة والمتنوعة صانع الخالدين متخصصة بالشؤون التربوية. قدمت سابقا مبادرات في ظل جائحة كورونا، كان لنا مبادرة في تعويض الفاقد التعليمي، طبعا على مستوى سوريا نحن دائما نتوسع ونحاول الوصول إلى الأطفال في جميع المحافظات السورية، وإن كان النادي الصيفي الإلكتروني الذي يشجع مهارات ومواهب وأبداعات الأطفال، وايضا في جميع المحافظات السورية اسس ابنك مع صانع الخالدين كان باشراف الاستاذ ماهر، بحيث انه ما عاد المعلمات يحتاجوا والامهات انه يبعثوا اولادهم على معاهد او صيفيه او هيك، بصير عندنا تاسيس ان كان بالرياضيات وجميع المواد انطلقنا فيها كمان الصيف الماضي مع النادي الالكتروني في ظل الكارثه الاخيره، والحمد لله رح نتجاوزها اكيد بارادتنا ومحبتنا لوطننا. طبعا نحن بحكم انه موجودين بالمجموعه وعلى تواصل مع معلمات بجميع المناطق، تواصلنا مع المعلمات بالمناطق المتضرره والامهات واولياء الامور، وحطونا بصوره الوضع انه رغم انه في طبعا الرحمه لضحايا الزلزال كل الرحمه، في ضرر، وفي انه حتى لو كان الطفل بمأمن للاسف في مدارس توقفت والتعليم في بعض المناطق توقف ان كان باللاذقيه بادلب بحما، تم التواصل معي مع حلب، فهون نحن دائما نشعر بالمسؤوليه في مجموعتنا امام اي موقف او اي ظرف، فانطلقنا بمبادره صانع الخالدين دائما معكم لنوصل لكل طفل، مثل ما بيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنون في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، فوجعهم وجعنا، يعني نحن وجعنا معهم، يمكن ما عشنا هي اللحظات، نحن بطرطوس عشنا هيدي اللحظات الحمد لله ما كان فيها الضرر الكبير، بس ما بنقبل، يعني كان سيادة الوزير متشكره على المتابعة والاهتمام، قراره باستمرار العملية التعليمية في المناطق التي لم يحدث بها شيء قرار صائب، لأننا نحن نحتاج أن يكون هناك طرف قوي يعين الطرف الذي أصيب بضرر ما كي نقوم بمتابعة المسير العملية التعليمية. فهون احنا حاولنا نوصل لكل الطلاب بالمشاورة مع فريق العمل
ان كان الدكتوره ريما، الاستاذ ماهر، الانسه دانا مقدسي، الانسه هبه ابو اسماعيل، الانسه رشا الحكيم. فانطلقنا بالمبادره انه نحن رح نعمل جروبات على الواتس من الصف الاول للصف السادس، كل مجموعه فيها عدد من المعلمات. طبعا بسبب الظروف الصعبه نحن اخترنا الواتس اسهل من الفيس، لانه البعض موجود بمراكز الايواء. صحيح. والحقيقه لقينا تعاون منيح من الاهالي، توصلوا كمان لاكبر عدد. لاكبر عدد، الواتس عم يضل اسهل بالتواصل. فهون المبادره انا صرت عم حس انه عم نحقق اكثر من هدف منها. كان استجابه المعلمين رائعه، يعني الانسه دانا والانسه هبه معي بالاشراف صف اول وانا صف رابع، والحقيقه ما عملت قاعه لكل مدرس لانه الامور شوي صعبه، لانه في عالم بالدوام وفي عالم بده تعطي من بيته. فاللي كان عنده اللي عم يعطي بالمدرسه عم يصور الدروس اللي عم يعطيها، ان كان استراتيجيات او مقاطع فيديو او تصوير حل الدروس، واللي كان بالبيت عم يشرح. يعني مثل انا مثلا درس المساحه والطول مثلا، لاعطيه المساحه والمحيط، المسافه والطول، خصصت 4 دقائق شرحت فيها درس الرياضيات وبعدته على مجموعة الصف الرابع. نحن عندنا من الأول لحتى السادس. كذلك المعلمات، في منهم ما عندهم دوام هلأ كمان عم يشرحوا بالبيت، بالإضافة لاستفسارات الأمهات. مثلا شرح الدروس العربي، أنا كتير بشكر استجابة المعلمات السريعة اللي بتخليك تحسي عن جد أنه لسه الدنيا بخير. يعني هو عمل تطوعي دون أي مقابل. جزئية بدي وقف عندها، هو استجابة ومشاركة المعلمات والمعلمين معكم بالمبادرة. لما نحكي عن مبادرة هي عمرها اليوم 4 سنوات، كيف تم تصويبها فورا باتجاه الكارثة اللي نحن عشناها، وإلى الآن في إلى أضرار كتير كبيرة على المحافظات اللي كان لازقية وحلب وأدلب، خصوصا بمسيرة التعليم واستمرار عجلة التعليم. مشاركة وتفاعل المعلمات، خلينا نحكي عن الجزئية وقديش فعليا بتكبر القلب انه عندهم هيدا النفس بعد، وبنعرف قديش مضغوطين، عندهم ظروفهم بالبيت، بنعرف المردود المادي اللي هو اساسا ما انا قدران يسد جزء بسيط اليوم من مجهودهم الكبير اللي عم يقوموا فيه. مثل ما قلتي فعلا شيء بيكبر القلب، قلت لك انا حسيت حالي عم نحقق بمجموعتنا اكثر من هدف. عم نثبت لذاتنا بالدرجه الاولى، لانه احيانا الواحد ضغط الظروف الماديه والمعيشية بيخليك تقولي انه نحن تنازلنا عن مبادئنا. لا، انتبهي للاستجابة السريعة، مو بس بالقطاع التعليمي، لما صار الزلزال كيف الكل ركض من كل المحافظات ليساعد لو بده شيل حجر. فنحن بدنا نشيل حجار هيدا الزلزال. كانت استجابة رائعة، يعني البوست كان خلال اللي نزلته انه ستقوم صانع الخالدين مبادرة لمساعدة ابنائنا في المناطق المتضررة، أنس عبير نحن بنشارك بالصف الأول، أنس عبير نحن بالثاني. يعني صدقا أنا كثير تأثرت بهالحالة الإنسانية الرائعة، لأنه أنت عم تعطي من وقتك، والحقيقة عم يعطوا من وقت بشكل، يعني الاستفسار مثلا الأمهات بتبعت على الجروب الصف الفلاني لو سمحتوا حل الصفحة كذا، لو سمحتوا هيدي الفكرة كيف شرحها، إن كان بالعربي بالرياضيات الاستجابة عم تكون سريعة جدا مع شرح مفصل. يعني صرنا حتى عم بيصير في تبادل خبرات بين المعلمات. يعني أنا حبيت فكرة أنه المجموعة يكون فيها أكثر من معلم. عم نعطي أكثر من فكرة، عم نعطي أكثر من شرح، عم نتبادل خبرات بين بعضنا كمان، عم يصير في نقاشات هامة مع موجهين، يعني حتى في توجيهات، حتى تدخلنا بالدعم النفسي. يعني نحن حتى وصلنا لمرحلة أنه طلابنا معكم كثير انبسطوا يا معلمات وكذا، أنا مثلا طفلي بيواجه خوف في أثناء المذاكرة، شو رأيكم؟ يعني نحن إسا يعني ما اقتصرنا على الهدف التعليمي بس ضمن هيدا المبادرة، صار في تواصل أكثر مع الأمهات. هلأ امبارح بتخبرني معلمي أنه في أطفال بدرعة ما عندهم نت أو شيء، وصار في انقطاع لسبب معين، أبوهم بالإمارات عم فات على الجروب عم يصور، ولما عم يصر له عم يبعث لهم. كمان في أم سورية بالسعودية أو الكويت استأذنت أنها تدخل على الجروب لأنها هي متابع بالمنهاج السوري عبر التعلم عن بعد، وأنه ابنها كثير استفاد من المبادرة اللي عم نقوم فيها بصفوف التعليمية. ففعلا شيء بيكبر القلب، يعني ما بعرف كيف بدي أتشكرهم، بوجه لهم ألف تحية، وإن شاء الله يا رب هيك بتضل هالإنسانية. ونحن كمان نوجه لهم تحية، ونوجه لك إلك تحية أستاذة عبير، ونقول لك إلك كمان كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد المعلم، ولكل الأسماء اللي ذكرتيها المتعاونين بكل المجالات، وشكرا كثير لوجودك معنا.
تسلمي لي يا رب، يعطيكم ألف عافية يا رب، وكل عام والجميع بألف خير. نحن حراس المبدأ والقيم والحرف والكلمة، مهمتنا كبيرة والمسؤولية كبيرة، المهمة صعبة بعرف، ما في مقابل. الله يقويكم يا رب، رسالتنا إنسانية وسامية وإن شاء الله بنضل أكيد رح تبقوا بهي الهمة وفعليا بتكبروا القلب. تحية لكل المشاركات من المعلمات معكم بهي المبادرة، مشكورين من القلب أكيد، كل عام وأنتم بألف خير. أنتم بخير يا رب، يعطيكم ألف عافية. شكرا لك.